فضيلة الشيخ، حاج خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهله، ولكن لم يتجه إلى المرجم ليرمي جمرة العقبة، واتجه إلى المخيم ولم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الضحى. هل يلزم من خرج من مزدلفة أن يتجه إلى المرجم؟ أولا السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من خاف من زحام الناس في رمي العقبة فليخرج في آخر الليل وليرمي الجمرة. وكونه يخرج من آخر الليل ولا يرمي الجمرة لا شك أنه مخالف للسنة من وجهين: الوجه الأول خروجه قبل أن يصلي الفجر، والوجه الثاني أنه أخر الرمي إلى أن صلى إلى أن ارتفعت الشمس، والإنسان الذي يتقدم من أجل الرمي مأمور بأن يتقدم في الرمي. هل يلزمه شيء في هذا؟ لازمه شيء. جزاك الله خير.